بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. يهل جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه روى حديثا طويلا في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: ثم أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد قائلا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه الكلمات جليلة المباني عظيمة المعاني. لو أن كل أحد إذا هم بالحج وارتدى إحرامه ودخل في النسك استشعر عظيم هذه الكلمات التي لبى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رزق من التوفيق أعظمه. قال الصادق المصدوق: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة بعد إجابة. إجابة لأي شيء؟ لأنك أمرت خليلك إبراهيم عليه السلام أن يقف على حجر ويقول: أيها الناس، إن الله اتخذ بيتا فحجوه. قال الله: وأذن في الناس بالحج يأتوك، وعد من الله للخليل، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ما الذي أخرجهم من دورهم وأتى بهم من شتى الأقطار وقطع بهم المفاوز والبحار؟ إن كانوا صادقين إجابة دعوة الله، إجابة دعوة الخليل، وتلبية نداء رب العالمين يوم أن قال: وأذن في الناس بالحج، ويوم أن قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا أمر لا بد أن يستشعره كل من وضع قدمه في الركاب ليحج. حتى ذكروا فيما رووا أن رجلا حج معه شاب، فقال الكهل الشيخ الكبير، قال: لبيك اللهم لبيك، لما وضع قدمه في الركاب، فإذا بمناد ينادي ولا يرى لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: أما سمعت يا عماه هذا الصوت؟ قال: بلى، أنا منذ 40 سنة كلما وضعت قدمي في الركاب وقلت لبيك اللهم لبيك يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فقال الشاب للشيخ: ومع هذا تحج يا عماه؟ قال: أي بني، أين المخرج؟ لا ملجأ من الله إلا إليه. يعني أين أذهب؟ حتى إذا صدك الله، لم يقبلك الله، ردك الله، هل يوجد أحد يلتجأ إليه إلا الله؟ لا يوجد، لا ملجأ من الله ولا منجأ إلا إليه. ومن خاف من شيء فر منه، ومن خاف من الله فر إليه. فالله قال لأم موسى: فإذا خفت عليه، العقل يقول فإذا خفت عليه ضميه إلى صدرك، ضعيف في صندوق مغلق داخل الدار. لكن الله قال لها: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. لما؟ لأنه إن كان في اليم أو كان في الدار فهو في حفظ الواحد القهار، وما دام هو في حفظ الواحد القهار فاليم والدار سواء، لا فرق بينهما البتة، ما دام الله جل وعلا سيحفظه. وإن كان الله جل وعلا لن يحفظه فما الدار وحجر أمه واليم والموج إلا سواء، فلا مفر.
فلا مفر من الله إلا إليه. نعود، لبى الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا عين التوحيد. والله جل وعلا وصف نبيه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولو لم يكن فيه صلى الله عليه وسلم وبه من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. لو لم يكن فيه وبه صلى الله عليه وسلم من الرحمة إلا أنه علم الأمة التوحيد لكفى. فقال: لبيك لا شريك لك لبيك. وكانت العرب قبل ذلك تعقب تلبيتها هذه ما يشرك به مع الله جل وعلا غيره، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال: لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. ثم كرر التوحيد فقال: لا شريك لك.